وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في مثله. طيب وظفه؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون. خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، ولو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. مرحبا. لحظة. لو سمحت دخيلك معك سيجارة لأنه خرمان على السيجارة. لا والله ما بدخن. ما بدخن؟ ممنونة. هلا. مرحبا شباب. أهلا. لو سمحتوا دخيلكم ما بقى فيه خرمان على السيجارة، حدا معه سيجارة منكم؟ أولا موقف أنا ما بدخن بصراحة. شغلة شو هالعلقة هي هلا؟ مرحبا. أهلا. يعطيك العافية. أهلا. الله يخليك. إذا معك سيجارة بكون ممنونك. والله ما بدخن حبيبي، ما بدخن. أما شو بدنا نعمل هلا؟ الله يبعث حدا معه. يعطيك العافية. لا الله يعافيك. بتدخن حضرتك؟ إيه نعم. دخيلة. الله يخليك يا رب، الله يخليك لأهلك. شوفي خمسة. ويرد عنك كل بلا، بس بدي سيجارة الله يوفقك لأنه ما بقى فيه خرمين على سيجارة. سيس تكرم عينك بس وحيتك في شغلة، ما معي غيرك، ما معي لي غيرك. معلش. لا لا تقلك ليه، لأنه أنا ما بدي أقطع حالي، أنا هلا عندي هيدي ما في هون بالمنطقة كلها ما بتلاقي محل. الله يخليك يا خي، بوس إيدك. لا مش والله مش هيك، لو هيك تكرم عينك ما معي غيرك يا خي، ما بقى فيه خرمين. والله أنا كنت أنا مزبط حالي، هلا بدي أدخن وبعد دور بدي أرجع أشتري من غير منطقة. خي بدفع لك حقه. والله مش حقه، معلش حقه، معلش والله مش حقه. الله يخليك، عم نقول لك بوس إيدك، عم نقول لك ما بقى فيه. طب شو العمل هلا؟ والله خي ما. الله يخليك يا رب. طيب ماشي، ممنونك خيي. يعني واحد مزبطها على تظبيط. ممنونك حلو. ممنونك خي. اوف. واخيرا ليه بس؟ اهلا عادل. اهلا. وينك لو حبيبي؟ عياني هاني. يا لطيف يا لطيف، شو صار معي يا لطيف؟ عبس حبيبي حبيبي عدول، كيفك خيي؟ منيح. وينك انت؟ حلو قلبي. ها شو وين انت؟ وينك مختفي انت؟ شو قص؟ لحظه شو انت؟ شو قصتك لو خيي؟ ما بتستوعب؟ طب سمع الواحد شو بيحكي معك؟ ليش شوفي؟ يا خيي كم مرة صرت مفهمك؟ شو قصتك؟ شو فهمنا؟ يا خيي هاي السيجارة هيدي ما منيحة لصحتك. هاي ما بقى تدخن يا عبس. لك العمى بقلبك عمي، شو عملت؟ ما منيح الدخان لصحتك. لك شو غزك فيي أنت؟ تن دايز بكان، ما فيني أخبركم. عن جد؟ انبسطت يعني؟ فورميدابل فورميدابل. أي كان أي مان حبيبي، نحن رحنا على سان تروبي أنا ونادين. سيتي انكرويابل. مش معقول، كتير كتير شوبينج، الإيفنتس، ما خلينا محل. كتير حلو كان أبيك ليوت. أنا مضيها أبيك ليوت. أوه شريقين وياب. بليز بليز ليكو. برافو 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 برافو. شو هالإحساس اللي كان فورميدابل؟ وي اللي فورميدابل فظيع فظيع. ليك الكريشندو عنده ما احلاه. كريشندو دي كريشندو. واو واو، ولا تكنيك، واو ولا تكنيك. انا اكيد جو سو سور اي سيرتان انه هو معلم بفيينا. انا هول بعرفهم منيح، بعرفهم كثير منيح، هول بمدارس المانيا. اه
مزار وكذا. اوه ça se voit. واو واو ما معقول شو تالنتد، ما معقول. برافو برافو. شال حسين حسين. نعم. ساعة لتنظف البيانو. يلا قوم عايزك بالحمام، فوت نظف الحمام. يلا ولا يلا. شو عم بيصير؟ سي كوا سا؟ ما معقول. مي الي مي كاس كيل في؟ ما معقول. يخرب بيتك بلفتنا بلفة كبيرة. بك عم تبكي؟ ابكي شو بكي؟ قاعدين بالعزا. ان شاء الله بتسلموا يا جماعه. تعيش. الله يسلمك. يا الله يرحم موتاكم. الله 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 يرحمه كان شاب. الله عفوا. الله يرحمه كان شاب عم نقول. لا الله يرحمه. قال الميت وحده يعني؟ وحده ايه سته. الله يرحمها يا ستي كانت صبيه. سته 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 صبيه. ستك صبيه؟ لا ستك اه سوري اه ستك عمرها 35. يا عمي الرحمه بتجوز على الكبير وعلى الصغير وعلى الكل. خلص بقى ضروري كمان تساير. ابكي ابكي احسن ما اترك على جوزتك. ابكي ميادين هون بالعزا ابكي. طب مش يا لطيف يا لطيف شي بسم البدن يا قول. اخ شي بسم البدن. طول بي طول بي طول بي. اجى الرزق طول بي. عمالك اعطيني هذه القنينة من عندك. اعطيني اياها من عندك عجلة. لشو مجايبني هانا؟ انا مجايبك يا معنى. لا تشوفي لشو مجايبك يا معنى. اربع سكين يا بطيخ. خذ ايه خذي خذي القهوة. ما بدي انا. لك اشربي اشربي يا على ابو زلاعيمك اشربي. لقيهم ها عجلة. ليلي واحد لإلي! ليلي واحد لإلي! بدكم قهوة؟ لا لا لقيهم كلهم! هاد لقيهم لقيهم! كلهم؟ لقيهم إن شاء الله ما بتشوفوا مكروه! مع إني ما بيشربوا قهوة! آخ! هيك عم بيعملوا كم هيك عم تعملوا لما شغصنا قدام العالم شغصنا! إن شاء الله بتسلموا. شو بدنا نقولكم؟ يعني هي حال الدنيا. الدنيا الواحد بيربي وبيتعب وبيروح وبيجي. ما في شيء للأكل؟ عفوا؟ آه لا عم نقول إنه صارت الدنيا الساعة 3 يعني والواحد هلا إنه هيك عادة. شو خلص بقى رح تجرسنا قدام العالم؟ يا بترقيك على جوزتك أنت، أنت خليكي ساكتة وقاعدة، كل عمركم أنتم يا بيت الرقروقة، هلا بتشوفوا شو بيجي الخيرات، بيجي الأكل. طيب يا مروان كيف بدنا نطعمي هالولاد؟ ان شاء الله هيك ما تعذبت قبل ما تموت. فركشت على درج الزهر. انا مرسي تفضلوا. لا لا شو مرسي لو سمحت. شو مرسي كل كروسون عاصف والله عيب كل اخشي عم يعزموا عليك. هذا كروسون هذا انتم بتفكروش يا عاصمه دوله اوروبيه خلي انتم بيت الرقروق بتفكروا الكرو. شيليها شيله شيلوكي على التوابيت شيله. مرسي هذه عزوه شوكولا شوكولا وايزبه. هدي زعتر تفضلوا. لا لا ما بدكم. لا 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 شو هيك خذ لك وحده. خليه خلص خليك هدي حطها كلها هدي حطي هون حطي هون هدي هدي خذها خليها معك. انت اللي كنت ها يا شو الدخه. ان شاء الله بتسلموا تعيش. ان شاء الله بتسلموا خاتمة الاحزان ان شاء الله بتكون. مروان شو بك؟ هلكتني هلكتني. ما تركت اليوم عزا ما رحنا عليه ومبارق اجري خلاص بقى ما بنعرف حدا منهم. ما انت قلتي بدك تعملي شوبينج. ايه قلت بدي اعمل شوبينج. كل عمركم تروحوا انتوا على السوبر ماركت تعملوا شوبينج. بالسوبر ماركت هذا الشوبينج هو. شو بدك؟ دخان فيه، كروسون فيه، قهوه فيه، كلينكس فيه، شو بعد بدك؟ شو بعد بدي؟ خلص الله يجرسك مثل ما جرستني. قومي لشوف يلا. لوين بدي قوم؟ لوين رايحة هلا؟ في مجال تروح تعملين تبقطني لحم بعجين طالع عبين لحم بعجين. لحم بعجين؟ لحظة صغيرة بس. بيت البقسماطية حنة من الساعة 4 ل 4 ونص بنلحقهم. قومي. لوين بدي قوم؟ عزا عند بيت البقسماطية. يلا الله يرحمها. ان شاء الله بتسلم. الله يرحمها. ان شاء الله بتسلم. الله يسلمك. خاتمة الأحزان. شوف حالك. خاتمة الأحزان ان شاء الله. معقول؟
معقول شو عم تعمل فيه؟ مسكني هون بطلك على جوزتك؟ معقولة انت هيك تعملي؟ لانه انتو يا بيت الرقرقي ما جايين على العزوات؟ طب خلص كيف بدي عايشك انت ولادك؟ روحي قدامي شو وصفك؟ اهلا، شو الاسم الكريم؟ اسمي محاسن الصدف. من وين؟ انا من مصر. حلو كتير. الكل بيقول لي يا نجوى كرم جونيور، وانا بحبك قوي 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 قوي، بحبك يا ستي ندوى بجد بجد. انت المثل الاعلى يعني. وانا كمان بحبك، فتي على قلبي من دون ما تدق الباب. يلا سمعينا. ما في نوم ما في نوم بعد اليوم إلا جنبك حبيبي، أنا ما رح جن بدي جن ما رح كن، شوف السما قريبي. دوم تك تك دوم تك تان دوم تك تك دوم تك 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 دوم 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 تك تك. الله 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 الله، شو هذا؟ جد جد شو هالصوت الحلو؟ لا روعة روعة روعة، برافو برافو. يعني صوتك رنان بفوت على القلب من دون نشاز ولا يعني رنتو، فاتت أخدت لي قلبي معه. بتمنى لك التوفيق من عندي. نعم نعم نعم. الله 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 الله. نجوى شو قصتك انت؟ كل مين ما طلع بتقولي له الله والله كلهم عاجبينك. ما سمعت صوته؟ يعني ما انا ما سامع نشاز بعد اكثر من هيك. لا علي لا لا ما بسمح لك، ما بسمح لك علي. يعني على شو عم بتقولي الله؟ ما فهمت انا من عندي. لا انا اقول نعم لان عندها سلم الموسيقى تتحرك عليه بشكل رائع، كانها عم بتعربش على سلم البيت. انت لو بترتاح كمان انت ونجوى وبترتاح. انا اقول نعم. اثنين نعم. بحبكم بحبكم كلكم، جمهوري كله بحبكم كلكم. باي 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 كلكم. عدول اهلا. لا يا حبيبتي. لا 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 يا حبيبي، شو اشتقت لك. وانا كمان. لوين هالغيبه؟ والله كنت بابو ظبي لي فتره. قد ايه قلنا ما شفنا بعض؟ شي 4-5 سنين. ايه يا لطيف. قد ايه قلنا عم نظبط حتى نركب القعده. شايف؟ ايه؟ واخيرا واخيرا شو اشتقت لك. يلا خبرني شو. انت خبريني. انا اول شغله اول شغله كان كل الوقت بالي ثانيه. يلا ثانيه حياتي. انت يا بيي شو اشتقت لك. ايه؟ قد الدنيا. ايه هلا شو بدك فيي؟ انا خبرني انت، مشتقت لك قد الدنيا. بس لحظه حبيبي لحظه. ايه انا ايه سوري بس سمايلي. ايه لحظه بس دقيقه ثانيه 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 على القد. ايه ايه كنا لحظه لول. ايه ايه كفيلي يلا يلا. ايه بس انت بعدك بعدك انت بعدك قاعده فوق بالحزميه. انا بعدني محل ما انا. دقيقه يا الله اليوم يا الله. ايه. يا الله شو ما بستطف فيك. عرفت ايه. شو صار معي؟ شو صار؟ دقيقه دقيقه لانه اذا حبيبي ايه ايه كان بدي اقول له لحظه. ثانك يو. ايه تاخرت كثير، انبسطت كثير بشوفتك. وانا كمان يعني شو انبسطت بالحديث معي. انا كمان مش قدي بدنا نرجع نظبطها. ها لحظه قبل ما تفلي. ايه ليك ايه نرجع نظبطها. ايه؟ شي نهار ضروري. شرفك ايه. حياتي ايه. انت تاخرت كثير. ايه حبيبتي. ايه ليك اذا عزت اي شيء. ايه ايه اذا عزت اي شيء احكيني. ايه؟ على البيبي اكيد يكون افضل. اوعى وانت كمان. ايه؟ وحياه. ايه؟ الله بزعل منك. باي, باي, باي حبيبي باي. I'm coming. ليك يا الفونس. نعم بسي ربيب. لابس ثياب حلوه ومنيحه اول شيء. ميرسي بسي ربيب. يا مهذب انت. ليك انت بتعرفني انه انا اخلاقي ضيقه. ها
كيف بصير لبيب؟ ما بحب لت واعجن ولت واعجن دغري بينفجر. طب كيف بصير لبيب؟ عرفت ليه اعمل لك هيك؟ لا ليه ليه عرفت ليه هيك بصير لبيب؟ شفت ليه؟ لانك ما عرفت، لانه في عامل قصه حمار من قبل. عيب بصير لبيب؟ هيدي لعبة التنس، هيدي لعبة زوات ولعبة كثير بحبوها العالم الكلاس. ايه قال لي بابا انه حلوة اللعبة. يعني لو ما كرمال الخواجة جاستون ما بعملها لحدا انا. ها اوكي بصير لبيب. هيدي اول شيء بصير لبيب. شو بعمل بهول الطابتين؟ هول الطابتين بدك تحطهم هون بجيبك. بجيبي بصير لبيب؟ حطهم حطهم ايه جوا. بيحطوا اثنين وبيحملوا وحدة بايدهم. ها شفت كيف؟ ليه عم تضحك هلا؟ بصير لبيب؟ شو في هلا؟ الطبطيل بس حطيتهم بالجيب طالعين مثل مثل شو؟ يخرب بيتك شو حمار، يخرب بيتك شو حمار. شو خص هبي ها؟ ما بتشوف كل اللعيبة المحترفين بيحطوا طابات هيك؟ هيك بحطوا بصير لبيب؟ هيك بحطوهم. شو لك شو العالم عم تطلع هيك؟ خلص طابات هون. اوكي بصير لبيب. هلا أول شيء بتوقف عندك الوقفة، شفت الوقفة هيك؟ اوكي بصير لبيب. بتحط عفوا هيدي هون، توقف هيك، اجر لقدام اجر لورا، تاخذ نفس، تعمل لها هيدي طجة، اثنين، ثلاثة، توقف هيك. ها شفت؟ ها؟ امتى بتروح السيرف؟ شفتها كيف؟ اوكي ايه صارت هونيك بصير لبيب. اكيد بدها تصير هونيك يا حمار، لكن وين بدها تصير هون؟ يعني بضربها هون بتروح الآن؟ اوكي بصير لبيب. بدك تجيبها جوات الزيح. اوكي بصير لبيب. جرب لشوف. بس بتقلي بتقلي خلص ما راح اقول لك. انت ما تكون حمار، ما بقول لك حمار. عيب بصير لبيب. حط لشوف. ضرب لك ضربه نفس، طجه طجه طج ثاني، طجوك اربع طجات طجه. برافو برافو الفونس برافو. شو عم تلعب فيها هيك؟ خلص حطها على هيديك. يلا نفس، جسمك كتافك عاليين، اضرب وحده. لك اضرب وحده. منيحة. حلوة بصير لبيب. حلوة هاي الضربة، بس ليه برامت هيك؟ حتصيبها هونيك بصير لبيب. ايه برافو عليك برافو عليك. هاي بتضربها هيك بس بتعليها بالهواء وبتطرقها هيك. اوكي بصير لبيب. شو حاسس بشيء؟ لا بلش دوخ بصير لبيب. بلشت شو؟ دوخ. يخرب بيتك شو حمار، بتعرف ليش دخت؟ لأنك طرقتها وعملت هيك. بضرب الطابة التاني بصير لبيب. ضرب الطابة التاني وخلصني منك. يلا بس بزيادة، جسم، كتاف، نفس، علي، سنتير، هذا اسمه إرسال، سيرف، اضرب. سلولار بصير لبيب. إرسال إرسال. تليفون. مركب راس حمار، مركب ولا راس حمار. انت عم تقول لي إرسال بصير لبيب. إرسال يعني سيرف، سيرفينج، سيرفينج يعني بتضرب الإرسال هيك. كيف بصير لبيب؟ شرف شرف الله يبليك. اضرب لهونيك. شو هذا؟ يخرب بيتك شو عملت؟ راس الحمار مركبه. دخلت بصير لبيب. دخلت؟ يخرب بيتك ما لأنك ضربت ضربة إلى أول ما إلى آخر، هيك بيعملوها ها؟ بافر. شوف كيف بيعملوها. مسك لي إيدي. حسبني إنه أنا أنت هيك. أيوة شفت كيف؟ ها؟ هاي هيك. أوكي بصير لبيب. وهي هيك بتعمل هيك. واحدة، اثنين، ثلاثة. يا حمار بيحطوها. وليه وليه وليه؟ ولا شو مسطول؟ ولا شو اهبل؟ ولا هذا لعب هيدا؟ ولا 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 وعلى الحال ما توخذين. مش الحق عليك، مش الحق عليك، الحق على هالحمار يلي عم بيعلمك. شفت انك حمار؟ حمار مركب راس حمار. وصفك السلام عليكم. تفضلي تعرفين عن اسمك. ريما البوادي. يا اهلا. منين؟ من الكويت. يا اهلا بكل الدول العربيه الاشقاء. يا اهلا. شو بتحب تفرجينا وتتحفينا يا اخي؟ حفرجيكم كيف بنقي العدس. عدس. وانا مغمضه عيوني. شاطرة. جاهزين؟
ببلش. هذه حجرة. هذه الثانية. هذه الثالثة. الرابعة. خلص. علي مش مسموح. خلص. خلص. شكرا. شطورة. الله 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 عليك. الله. أخ علي إيش رأيك بهذا الموهبة؟ يعني أسوأ من هيك ما شفت. لا ما يعني أنا عندي أكيد. لا أنا جميل جميل رائع أكيد من عند نجوى. نعم نعم ورائع رائعة والله الله 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 كثير هالقد. شكرا شكرا. كارثة كارثة من خمسة أحرف أول حرف ميم. حياتي كارثة. هاي حياتي فوتي أنا هون. حياتي كارثة من خمسة أحرف أول حرف ميم. مصيبة مصيبة. فاكة وأنت المصيبة. برافو عليك حبيبي. أنت أبقالك فصول فصول. مصيبة. ليه تأخرتي؟ أخرت شوي. إيه ليه شغلتي لي بالي؟ ليه ما لك ما تنقص؟ لا ما ليه شو في؟ ما في شيء. شو صار؟ عملت حادث صغير بالسيارة؟ حادث صغير صغير ماشي هيك. كيف صغير؟ أجي أجلف. يقبرني عينك. أجلف أنا بهمني أنت بهمني صحتك أنا بهمني جلف وما جلف. هلا بتدق لصاحبة بيجي بقول له بيعملنا قصة الجلف. آدمك وما حياتي حياتي. لا أنا عملت بالواجب. إيه أنا حكيت مع خبير ومش الحال. مش الحال. إجا خبير وهيك. مش مشكلة حبيبتي. المفاتيح وين؟ المفاتيح بالسيارة. خليكيهم بالسيارة؟ ايه؟ لا حياتي. وين هي السيارة؟ سيارة؟ سيارة بالنهر. حياتي شو أخذك على النهر؟ معقولي على منطقة النهر هونيك الحادث؟ لا مش على منطقة النهر. هي السيارة بالنهر. بالنهر. بأي نهر السيارة؟ من بالنهر. السيارة كلها بأمها وأبوها بالنهر؟ ايه بس ما صار لها شيء. هيك جلف صغير بس. شو مش ما صار لها شيء؟ ما عم بتقولي لي جلف السيارة بالنهر؟ هلا حيجي لوين الشيشيلة؟ قلت لهم وين شيشيلك من زلاعيمي؟ عمالك لأقول لك عمالك والله. عادل شو في؟ ما فيش إرسال هون يا عادل. الارسال بالمرة عم جرب لدومين. الارسال ايه هون كتير. يلا كيسك ابو القاب. شو كيسك يا احلى عيدي. صهرة اخ كيسك يا ابو القاب. كيسك وكيس الصهرة وكيس الحالة كلها يا عادل. مش عجبتني عادل. اذا عارف بي بتعمل لي مشكلة يا عادل. شو بدي اعرفه بياك؟ بيك عارف بي ان احنا جينا لهو قبر الشيء المطارح حيدي جايبنا على النايت كلوب بيت. حاش تنعي بشرفك. حاش تنعي. مش كل ما بدي اعوض انا وياك بدك تنعي جابي. بيك شو بدي اعرفه؟ بيك طلع على البار جابي. بيك عارف. ما راح يعرف. طب انت ليش ما جيت تسهر مع دومينيك؟ وين دومينيك؟ دومينيك خلص هلا كنت عم بدي اقول له بدي اقطش له اياها يا عادل. كيف؟ بدي اقطش له اياها كله هيدا الدلع على الهرقه كله بدي اقطش له اياها يا عادل. اوف عم تظهر علي يا عادل. نعم دومينيك عم تظهر علي يا عادل. عم تظهر عليك؟ عم تظهر علي يا عادل. بعرفه يعني انا بعرفه ولا عم تظهر معه؟ مش واحد وحده يا عادل. اوه وحده عم تظهر معه. وحده يا عادل عم تظهر معه. إيه؟ بتعرف شغلي جابي؟ إيه؟ انا رح اقول لك شغله ما تزعل مني. من اول ما بلشت تظهر انت مع دومينيك انا عرفت انه هي عندها ميول. من اول ما بلشت تظهر معك انا عرفت انه عندها ميول. لحظة يا عادل اذا عم تظهر معي عندها ميول شو انا مرة يا عادل؟ لا قصدي انه هي باي باي باي. شو باي يعني عادل؟ كيف؟ طب ايه؟ طب انا بعرفها هاي البنت عم طار معها. ناتاشا. ناتاشا بتعرف غيري يا عادل؟ مين ناتاشا جابي؟ ناتاشا الضبع. سامع فيها ناتاشا الضبع؟ هيدا حلوة كتير يا عادل. حلوة؟ وهي لما تمرق بالداون تاون كل العالم عادل. ناتاشا الضبع بتعرفهاش؟ لا اما اجنبية يا عادل. اما اجنبية من وين؟ اما من نيكاراغوا يا عادل. وماسكة هيك. شو ماسكة؟ ماسكة ماسكة يعني اللي شو بقولوا معها مصاري كتير. اه والله؟ ايه عادة. طيب انت كيف عرفت انه هيدي وقت ما صار تظهر معها ناتاشا صاحبتها حسيت انه دومينيكا عندها بالظاهر شي براسها يا عادل بدها تعمله. عندها بالظاهر شي براسها بدها تعمله يا عادل.
أنا بعرف لأني نيتها شو بيقولوا نيتها بعرف لأياني عادل ايه. بعدين كل حق على هيدي ناتاشا الأح لمنا اللي حست لراسها بهالعنطزة يا عادل ايه. بعد هيدي الشرقوطة بدها تولع بيناتنا هاي العنطزة الشرقوطة أنا بعتبر العنطزة شرقوطة يا عادل ايه. بتولع العلاقات كلها بتهبجها هبجها يا عادل مزبوط معك بدي أقول عن حدا هيدي خلص هلأ إذا في أرسال بدي أنا خلص خلص نسيل الأرسال هلأ بدنا نصها سهرة حلوة كتير هون بهذا المحل خبروني إنه في بنت بترقص مهضومة كتير اسمها نسرين حلوة هلأ رح تنسيك دومينيكا معني في رقاصة يا عادل في رقاصة بدي افتحها الليلة يا عادل كيف؟ افتح الليلة عادة لأنية الشامباني خليها تطرطش الدنيا خلي الفلين تطرطق بالسقف مش فرقاني معي يا عادل هيدا جابي اللي بعرفه أنا دفيع يا عادل لو معي مصادر وين صارت الرقاصة دخلك وين صارت؟ اجيت 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 أكل أكل يا أشكاليكا كل حال مش الحق عليك الحق على هيدا عادل اللي عم ينزعك لك شو بيكلوا سمعان لو شو قصتك انت لو شو بيك مثل السحر بتفرغ شو جايبك لهون وكمان عازف ايقاع جايبي على كل حال انت سبقني على البيت حسابك بعدين انا حسابي هلا مع هيدا عادل بتعرف شو عملت يا عادل شو عملت لك جابي عملت المسكل يا عادل عادل شو في هلا سمعان انت شو ما بتفهم يا عادل 100 مره صرت قايل لك يا عادل ما بدي اياك تزعل يا لابني جابي شو ما بتفهم شو هالبيت بخشاني هو بأي نهر السيارة؟ ما انت معزتي خلص لا ما معزتي قديمه يلا نس بدكم قهوة؟ لا لا دلقيهم كلها شوكولا شوكولا وايزي بلا
وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعب كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد مثل ما شايف، صاحبته توصت فيي.